بدأت العمل سنة 68. أول ما بدأت في مستوصف في منطقة عابدين، هو حوالي مدة سنتين، وبعد كده فتحت عيادة خاصة، أخيرا استقريت في المكان ده من حوالي 15 سنة. بدأت الأول بسعر المستوصف، السعر المستوصف في سنة 68 كان مستوصفات السعر في المتوسط كده كان 25 قرش، وكان حتى أسعار الأطباء في العيادات الخاصة في هذا الزمن كان 1 جنيه. التدريج بقى تقدر تحسب حضرتك من سنة 68 لغاية 2016، اللي هي الرقم بقى من هذا الرقم اللي هو 25 قرش إلى 5 جنيهات. أنا عاهدت نفسي من الأول إن هكون صديق للإنسان البسيط، اللي مش عايز أقول الغلبان، الإنسان البسيط اللي أنا نشأت، لأن أنا نشأت برضه في أسرة بسيطة، فأنا حاسس بيهم وهم حاسين بي، فأنا مش غريب بالنسبة لهم. يعني في ناس مقتدرة بتيجي تعمل خير للناس اللي قاعدين كلهم، من خلال إيه؟ من خلال بيدفعوا لهم ثمن الفيزيتا، ومنهم جزء كبير من الناس المقتدرة ديت بتدفع جزء من العلاج. في بقى شركات أدوية يعني ما لقت العملية يعني فيها جدية وحست إن أنا فعلا عايز أساعد العيان، في منهم بقى عملوا لي إزاي بقى يجيبوا لي زي هدايا مجانية بكميات مناسبة لخدمة المرضى. برضو من خلال خدمتهم للناس، في منهم أنا بتفق معهم إن جزء كبير منهم بيجي يعمل تحاليل في العيادة مجانا، اللي هي العلاجات السريعة، تحليل السكر، تحليل النقرس، تحليل هشاشة العظام، بتبقى حاجات سريعة بعملها له بالمجان. كلمة أخيرة بقى أحب أقول يعني إن السادة الزملاء يعني يرحموا الناس البسطاء، ده في ناس بسطاء مش قادر يدفع هذا المبلغ الزهيد، فيعني نرحمهم شوية أو يعني نعطف حتى على الناس اللي هم البسطاء.